السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. كتبت كذا منشور على لينكد إن بيتكلم فيه عن اكستريم بروجرامينج، كان في حاجات لها علاقة بالتست دريفن ديفلوبمنت، حاجات لها علاقة بالسمول ريليسز، وكنت بريفير للاكستريم بروجرامينج يعني ايه في قلب البوست. ناس قالت طب ما تعمل بودكاست او تشرح في فيديو، فقلت والله فكرة. موضوع اصلا في دماغي بقالي كتير، ولكن يعني الواحد مشغول مع شوية تقصير منه يعني، فقلت يعني ايه يلا بينا. فيلا بينا. للي ما يعرفنيش سريعا، انا حسن ابراهيم، سوفت وير انجينير بقالي اكتر من 13 سنة، اشتغلت في الموبايل ديفلوبمنت جزء كبير جدا من الكارير بتاعي، بعد كده قلبت باك اند، دلوقتي شغال في طلبات. قبل ما اتكلم عن اكستريم بروجرامينج عايز اتكلم عن التاريخ بتاع الاكستريم بروجرامينج، يعني او هو يعني ضمن ايه بالظبط في الحته بتاعت السوفت وير انجينيرنج يعني. فباختصار شديد جدا مخل، الاكستريم بروجرامينج هو واحده من الطرق الاجايل، ميثودولوجيز بتاعت الاجايل. الاجايل برضو عشان اللي ما يعرفش يعني اجايل، هي طريقه شغل جت عشان تحل مشاكل الووتر فول، واللي ما يعرفش ووتر فول يروح يبص على الووتر فول. يعني الاجايل جه قال لك في اجايل مانيفيستو، في شويه 12 برنسبل في الاجايل عشان يحل شويه مشاكل. الاكس بي واحده من طرق تطبيق الاجايل. عندنا ايه الطرق التانية، الحاجات اللي هي كومبيرد ليها يعني، او بنقول طرق تانية زي الاكس بي، السكرام، الكامبان، واي ثينك في حاجات تانية بس دول اكتر اتنين مشهورين. اللي كتب الاكس بي اكسبليند كان كنت بك في اواخر التسعينات، كتب كتاب اللي هو اكس بي اكسبليند. ليه هو كتب الكتاب ده؟ كان مهم جدا بصراحة، ومنها تعرف هو ليه الاكس بي كان عايز يحل ايه المشكلة بالظبط اللي كان بيحاول يحلها. ودي ده سؤال مهم جدا دايما نحاول نسأله لما نحاول نشوف طريقة شغل جديدة، اركتكشر جديد، برنسبل معين. دايما سؤال ليه مهم جدا عشان تعرف انت بتحاول تحل ايه، عشان انت ممكن تكون مش محتاجه لو ما عندكش المشاكل دي. فكنت بيك وكان معاه اتنين كمان مش فاكر اساميهم، بس من الناس التقيلة في المجال ساعتها في اخر التسعينات، كانوا شغالين في مشروع تقريبا بايرول سيستم، قابلهم مشاكل زي اللي كلنا بنقابلها النهاردة. ايه هي المشاكل دي اللي عشانها عملوا الاكس بي؟ كانت ان الدليفري بطيء، في بروجكتس بتتكنسل خالص، في ديفكتس على البرودكشن وبجز ومشاكل، التيم كان بيشتغل صبح وليل عشان يميت الديدلاينز الانرياليستيك او اللي هم كانوا حاطينها، الكواليتي بتاعت الكود سيئه جدا، والتيم بقى مش موتيفيتد وبقى حالته النفسيه في الارض. قعدوا يعملوا اوبزرفيشن يشوفوا ايه المشاكل اللي كانت موجوده، ليه احنا وصلنا للحاله البائسه ديت اللي اغلب التيمز بقت فيها، فطلعوا بالاكستريم بروجرامينج. طيب ايه المبدا العام بتاع الاكستريم بروجرامينج عشان ما نطولش الفيديو؟ باختصار شديد قال لك والله احنا في شويه مفاهيم وممارسات معينه في السوفت وير انجينيرنج كل الناس مجمعه ان هي كويسه، يعني فعلا كويسه. يعني مين بيقول ان الكود ريفيو حاجه وحشه؟ مفيش، صح؟ فقال لك والله الريفيو الكود، انت حد تاني يبص على الكود بتاعك وتاكد ان هو كويس ويطلع لك المشاكل اللي انت ممكن تكون عدت منك، ميك شور ان الستاندردز مت وكاتب تيست كويس وكل بقى الحاجات اللي انت عايز تحطها في الريفيو ده، ممارسه جميله مفيده وبتطلع كود كويس والكلام ده. فقال لك طيب تعالى ناخد الممارسه دي لليفل تاني، تو ذا نيكست ليفل او تو ذا اكستريم، عشان كده جت فكرة الاكستريم بروجرامينج. فاحنا الممارسة دي جميلة جدا، تعال ناخدها لأحسن ليفل، أحسن شكل منها. ايه هو؟ قالك والله بدل ما نكتب كود، عاد اكتب في كود يوم يومين ثلاثة او على حسب بقى الناس بتقعد تكتب كود قد ايه، بعدين ادي اطلع بول ريكوست لحد تاني يعمل لي ريفيو، يكون مش فاضي وعاد اجري وراه او يبقى زهقان فيبقى مشغول في حاجته فيكتب لي الاربع حروف الحلوين looks good to me LGTM، او يقول لي في تشينج معين فيهدي لي كل اللي انا كنت بعمله واضيع وقت. فقال لك والله احنا عايزين نحسن الموضوع ده، فتعالى بقى يا باشا بدل ما انا ابعت لك البي ار تعمل له ريفيو، انا هجيبك من الاول خالص نقعد نكتب كود مع بعض بس، فانا بدل ما اضيع وقت وحط حاجات وانت ترجع تعديها لي، احنا نقعد مع بعضينا كده حلوين، اول ما اعمل حاجه غلط تقول لي لا خلي بالك الحته دي مش صح، واصلا ممكن قبل ما اكتب كود نقعد نتناقش مع بعض ايه احسن طريقه نكتب بيها الحته ديت، او هل الحته دي صح نعملها ولا لا، هنختلف في الاول هنتفق في الاخر وهنفضل مكملين وهنبقى عارفين دماغ بعض وهنكتب كود كويس، مش هتقابلنا مشاكل بنشوفها في الكود ريفيو فخلاص. وقال لك ده ايه ده؟ اسمه بير بروجرامينج، احنا هنشتغل مع بعض. وفي ناس خدتها لليفل اكتر اكستريم قوي بقى ويسموه الموب بروجرامينج، او اللي احنا هنشتغل كلنا مع بعض في نفس الفيتشر. كلنا دي مع بعض او احنا اتنين مع بعض معناها ان احنا قاعدين على جهاز واحد
بنكتب كود مع بعض. طبعا ليها قواعد عشان الدنيا ما تبقاش فوضى والموضوع ما يبوظش يعني. ممكن نتكلم عن الموضوع ده بعدين، ازاي بتعمل، ازاي ممكن لو اتعمل غلط يؤدي لنتائج عكسية، وازاي هو احسن من او هيبقى افيد من الوحش لوحده في صومعة، بعد كده يدي تاني كود ريفيو، يعمل ريفيو وهكذا. طيب فدي كده المبدأ العام. هناخد اي حاجة to the next level to the extreme عشان احنا شايفين ان ده هيحسن اكتر الوضع اللي احنا فيه، وهي هيحسن البرودكتيفيتي وهيحل مشاكل اللي احنا ذكرناها انفا. ده كان المبدأ العام في الاكستريم بروجرامينج. اي تصرف، اي ممارسه هتشوفها في السوفت وير انجينيرنج هتلاقيها في الاكستريم بروجرامينج تو ذا نيكست ليفل. مثال تاني التستنج. التستنج قال لك والله اوتوميشن تستنج ده واحده من الحاجات اللي هي لا غنى عنها، لازم نكتبها ولازم نستخدمها. طبعا مش بكتب يونت تستنج، يا ريت، ما ينفعش يعني، ما ينفعش فعلا. ده واحده من الحاجات اللي احنا شايفينها كويسه جدا، تعال ناخدها للنكست ليفل تو ذا اكستريم. هنكتب التست قبل الكود اللي عايزين نعمله تيست. بجد تبنوا فكره التي دي دي واحده من الممارسات اللي تبقى في الاكستريم بروجرامينج، واللي التيم اللي هيابلاي الاكستريم بروجرامينج يستخدمها او يشتغل بيها. مثال تاني عشان الناس ما تزعلش مننا، الكونتينوس انتجريشن. الناس بتاخد تعمل برانش، تكتب فيه فيتشر، تقعد اسبوع اسبوعين شهر شهرين بتعمل فيتشر، وبعد كده وقت يلا نرجع على الماستر بعد ما نعمل ريفيو، طبعا نقعد فيها كمان شهرين، ونيجي نرجع على الماستر بقى ونقعد بقى قاعدة عرب، يلا بينا نمرج يوم الكونفليكت العالمي، وتعالى نحل المشاكل، مش عارفين نمرج، وحاجات بتطير بقى، وكلاسز وفايلز ولاينز وحوارات، ولما نديبلوي نشوف بقى ايه اللي من اللي صباعه طار واللي رجله اتقطعت والحاجات دي، ونحل بقى الحاجات المشاكل اللي احنا شفناها. فده طبعا مش بعيد كل البعد عن الكونتينوس انتجريشن. فقال لك طيب الكونتينوس انتجريشن احنا عايزين دايما انتجريت الكود بتاعنا اللي بنكتبه مع الماستر، مع الكود الاصلي اللي موجود اللي احنا متاكدين هو شغال كويس. هنتبنى الفكرة الترانك بيز ديفلوبمنت، وهي يعني ليها قصه تانية، بس انا هاخد بس الجزء ده منها. قال لك والله احنا عايزين نعمل ايه، عايزين لو هتعمل برانش، البرانش ده ما يقعدش بره الماستر اكتر من يوم، ماكسيمم يومين. فانت شغال في حاجه يوم، ماكسيمم يومين تمرج على الماستر، ما ينفعش يطلع بره اكتر من كده، عشان الوقت الفرق ما بين التو برانشز ما يكبرش ويحصل عندك مشاكل في الانتجريشن، فنبقى اسمها كونتينوس انتجريشن. في ناس خدتها النكست ليفل قوي بقى، اكستريم قوي يعني، فقال لك والله احنا مش هنعمل برانشز خالص، احنا هنكميت على الماستر على طول. زي ما سمعت كده، على الماستر على طول. فالماستر ده بتكميت عليه وبتديبلوي منه وخلصنا. طبعا احنا هنتكلم بالتفصيل ان شاء الله، يعني اتمنى ان شاء الله اننا نتكلم عن التوبكس دي بالتفصيل، مميزات والعيوب، وازاي تابلاي الكلام ده، وامتى تابلاي، لان البراكتسز بتاعت الاكس بي ما ينفعش كلها تابلاي كلها مره واحده. ما ينفعش تبقى اكستريم في كل حاجه مره واحده، اما هتلبس في الحيط، خصوصا لو انت ما عندكش السكيل سيت دي او ما عندكش كوتش يساعدك انك تابلاي الحاجات دي. فهي بتطبق على مراحل، على مراحل معينه ممكن نتكلم عليها. بس ده كده كانت المقدمه السريعه، بتكلم عن يعني ايه احنا بنتكلم في ايه، ايه هو الاكستريم بروجرامينج. ممكن ان شاء الله نتكلم اكتر عن البراكتسز دي وايه الهدف منها، والفاليوز والبرنسبلز اللي كانت بيك بيتكلم عليها في الكتاب الجميل بتاعه. بس كده، لو عجبك الفيديو انشره مع الناس، ولايك وسبسكرايب او الحاجات الحلوه دي. بس كده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.